وسيم هلالي تعرفه مليح، عاودنا اكتشفناه البطولة هذه وسيم. اي وسيم ما قصرش، رغم اللي يعطيه بعد الصحة. شوي على المنتخب. لغالب فما ساعات دي شوا نتاع اونترونور وسيم اللي ما بعدنا احنا جونيور، هو نذكره معناها شد بالباهي، تخي بون غارديان معناها، وزيد حتى مروان مركيز قعد بيت كيفاش ما عرفتولوش بالحق الكارير اللي عملها الماتش اللي جابهم نورمالمون حرام ما تعيطلوش. عندك وسيم وعندك مروان، شو بالك اذا كان عيط لوسيم ما عادش تعيط له. عاد عندك صفر انت مش لعب فيه. لا سامحني، فما جا تقول لك ما نقعدش انا اوليست. انت عندك مكرم ووسيم ومروان في الثلاثه هذو، ما نتصورش واحد يقبل فيهم يبقى على اي المدارج صحيح ولا. اي كاو بس كاو شوا نتاع انترونور، كل واحد كل واحد وكيف يشوف. فهمتك. مكرم عنده طرح ويعرف كيف يجيبها كما نقولوا. اما زيد ما نساوش مروان يا اخويا، عندي يعني احسن جارديان في تونس وما بعد يجي وسيم هلال. انا تشوف امك لما تحطوا فيلف ولا مشت حمزه زاد اي اردت بهم لي مثل شيء. هاي قلت لك الاول مروان مقيس، اي الثاني عندك وسيم ومجد، يعني هذوكم هما. ومكرم ما تنجمش معناها، خاطر نعرفش عندي يعني معناها ما نورمال، مش انجرون جارديان. انجرون جارديان عندي هو طول جارديان ولا في مخ الانطلاق في المدخل كيفاش؟ علاش انت عنده نقاط ضعف؟ شنو بالضبط؟ بيان سور عنده نقاط ضعف، اي جارديان عنده نقاط ضعف. شوفوا هو اكثر بارابول للجارديان الاخرين. اي فما جاردينات مظلومه نشوف. مثلا شكون اخر بار؟ انا قلت لك الزوج وسيم وماجد. ماجد ومروان طبعا. ومروان. بارابول معناها للجارديان المكرم اقل منه. اما كوب دافريك اللي فات نسبه كبيره جابها مكرم معناها. مكرم يساوي في الدربيات، جاب برشا دربيات للكلوب رغم انها ما كانتش في احسن حالاتها. هاني قلت لك انا احكيو على نحكي لك على نيفو اخر، مش تحكي لي كوب دافريك. كوب دافريك فيها ماتش ولا زوز 2005 ماتش دنمارك ولا روسيا، ماتش مكرم عدى ماتش ما تاريخ ما يتنساش. كوب دافريك فات ضد انجولا، مكرم قعد 4 ساعه ما كانش حتى بول. انجولا اما قناعات خويا كل واحد وكيف معقول بالك شي خاطر وسيم صاحبك ولا لا؟ لا ولا كل واحد ياخذ حقه يعني. عادي كنتوا صحاب قبل في الكلوب؟ يعني مكرم؟ اه نورمال. اسمعت انا صحاب عادي حتى لو صحاب.